تجند هؤلاء المتطوعون لتقديم المساعدات ومرافقة المترشحين منذ بداية أول أيام شهادة البكالوريا بغرض توفير كل ظروف الراحة لهم. احنا بدينا من نهار الاول تاع الامتحان تاع الباك، امتحانين تاع الباك ان شاء الله، انا نديرهم في الوجبه الصحيه ان شاء الله بالتنسيق مع الاطباء اللي واقفين علينا وراهم يراقبوا في الوجبات للطلبه تاع الباك. حرصنا على معاينه الوجبات الغذائيه المقدمه للتلاميذ، حرصنا باش تكون متكامله متوازنه نظيفه تجنبا لاي تسمم غذائي يصيب كاش تلميذ. هذه المبادرة استحسنها المترشحون خاصة القادمين من مناطق بعيدة. كانوا نريحوا بلاصة هنا باردة بزاف ما شاء الله، وكانت بزاف نظافة. بينا بلايص نستعفوا فيهم نريحوا فيهم، ونفرين لنا إطعام جيد خير من إطعام خارجي لفاست فود اللي يكونوا احتمال فيهم تسمم غذائي. شفنا باللي لازمهم الإطعام، ونفتحوا لهم دوسار تاع المكس الثقافي تاع دار الشباب تاع التابعين للبلدية، باش يكون الطالب ما يخمم في حتى حاجة، يخمم في الدراسة تاعو ويخمم في الامتحان تاعو. هي صور تعكس تلاحم وتآزر مختلف فئات المجتمع، خاصة في مثل هذه المناسبات والمواعيد الهامة.